السلام عليكم الدراري. في هذا الفيديو عندنا هضره مهمه وكثره الكلام حول لاعبين، واش غادي يمثلوا المنتخب المغربي او الاسباني او الفرنسي، بالخصوص ايوب العمراوي لاعب نيس وظهير ايسر اللي خاصه صراحه في المنتخب ما عدناش، وايضا ابراهيم دياز. نبداو بالتفاصيل. نبداو مع دياز اللي كانت تقارير كثيره قالت بلي راكراكري مشى الميلان باش يحاول يقنعو باش يلعب المنتخب المغربي، لكن حاليا كاين هضره كثيره. وحسب اذاعه كادينا كوبي لاسبانيا قالت ان مدرب اسبانيا الجديد لويس دي لا فوينتي وضع لائحه موسعه تضم 69 لاعبا، من بينهم لاعب ميلان ابراهيم دياز الذي ارتبط اسمه باللاعب للمنتخب المغربي. وأوضح المصدر ذاته أن دي لا فوينتي سيعلن عن القائمة النهائية للمباراتين المقبلتين يوم الجمعة 17 مارس الجاري، ويشار إلى أن منتخب إسبانيا سيواجه النرويج وأسكتلندا يومين 25 و 28 مارس لحساب التصفية المؤهلة لكأس أوروبا 2024. يعني من الهضرة كتراش والركراكي بغى يعيط ليه، الإسبان دخلت وقدر يلعب معاهم في قادم مباريات. بالنسبة لي أنايا مزيان العمل الإسبان من الأول ديما ضد الموقف ديال إبراهيم دياز يمثل المنتخب المغربي، حيت صراحة أنا مليت من القضية هذي. كما دار الحدادي سمحنا ليه ولعب مع المنتخب المغربي، ونسمحوا شنو دياز ونسمحوا لاعبين آخرين، ما تبقاش قيمة واحد احترام عند المنتخب المغربي اللي وصل نصف نهائي ديال المونديال وربح الإسبان وربح البرتغال. يعني كما كنقولوا خاص تكون عندنا واحد العزيز النفس وعندنا لاعبين كبار في المركز ديالو اللي هو العشرة، يقدر يلعب أناحي ويقدر يلعب الحارث إن شاء الله من الرجاء. اشبه لكم في هذا الملف. وندوزو دابا للاعب ايوب العمراوي، لاعب اللي ظهر السنه دي وكيقدم مساوئ كبيره وسجل في اخر ماتش هدف ضد شريف تراسبور. وحسب تقارير اعلاميه فرنسيه قالت ان وليد راكراكي مدرب المنتخب المغربي غادي يفتح ملف اخر لضم لاعب جديد لصفوف الفريق الوطني، وكيتعلق الامر بالعمراوي اللي كيحق لي انه اختار اللاعب مع المنتخب الفرنسي او المنتخب المغربي. لكن العمراوي راه سبق وديجا لعب مع المنتخب المغربي في مارس من العام الماضي ملي كان شارك في ماتش الاقل من 20 عام ضد المنتخب الروماني، وايضا في الانستغرام ديالو راه حاط ايكيب دو ماروك، يعني باين الموقف ديالو ماشي بحال اللاعب الاخرين اللي عندهم عده اوجه. اعجب لكم في هاد اللاعبين الخوت وتهلاو لي فراسكم.